تعرفوا ان هو سيدنا جه
هنا في 5 سبتمبر 1970، وبعد شهر واحد من الدور اختير بطرة النمسا، كانت يعني وشها كويس على سيدنا، واختير بطرة تقيلة برضه يعني وشها حلوة حلوة برضه من أهلها. وأيضا سيدنا يعني ودعني في آخر زيارة لي المهجر أو آخر زيارة لي خدمة في أغسطس 2011 برضه رحنا وتعبان في المهجر، يعني كان سيدنا بدأ خدمته من عندنا وأيضا أهل خدمته بنفس الطريقة من عندنا. فسيدنا وهو في المطار بقى المضيف جاب بيقول لي الطيارة خلاص هتطلع ولازم قداسة البابا يرجع بسرعة. فرحت كلمت سيدنا الفضل قال لي متأسف المفروض ما قلتش كده بس الطيارة هتطلع جاي على المنهج ده. فمليان سلام فعلا من الطيارة ما تأخرتش ولا حاجة. وبعدين وزع ورد على الناس كان بيكلمنا وفرحان جدا منتهى السعادة الشعب القبطي والاستقبال الجميل اللي انتم استقبلتوه بيه في يوم واحد ويوم 5/5/2003. وبعد شويه نص ساعه عدت السنة بتكلم مع الناس وسلم على الناس وبارك الناس. المضيفه قالت له يا ريت المره دي تفضل كله بسرعه عشان الطياره تطلع، سيدنا احنا الطياره تطلع عشان نسيب الطياره تطلع تمشي. فسيدنا قال لي ضروري ما تطلعش. فعلا ما ضروريش ده سيدنا شخصية مش عادية علشان إن الطيارة تسيبه ولا عشان خاطر النفس كلها تستحق بركته. الحقيقة إن سيدنا المرة كان مليان سلام في كل مواقف حياته. السلام تبعته التحفظ يعني أو ينفيه بمعنى أصح، يبقى مليان سلام ويقول كله للخير وفعلا كله يتحول للخير، وإلا ما كناش شايفين سيدنا معانا. يعني لو سيدنا البابا كان راح في ما كانش راح التحفظ يعني كان يروح مع السادات الاحتفال وما كانش هيبقى معانا كل السنين ابدا، ولا كان الكنيسه القطبيه هتعمل النمو الجبار دوت اللي نمته في عهده. كان عايز ان سيدنا احد 4 أو 5 شخصيات كبيره جدا على الهرم بتاع كنيستنا، لو عملت الهرم الكنيسه في فوق شخصيات كبيره عظيمه هيبقى قداس البابا 1 من 4 أو 5. نقدر بكل ثقة نحطه جنب القديس الثلاثة عن الأول مدافع عن لاهوت المسيح وقوته، ونقدر نحطه جنب كروس عون الدين، نقدر نحطه جنب المطار ده اللي غير شكل الكنيسة. بس صدقوني هو 1 من 4 من أعظم عظماء الكنيسة اللي شفتكم كنيستنا على الأرض. وربنا أعاد بعد ذلك عجيب ولو كان شوية مؤلم. يعني بابا اتفطم من أمه بدري جدا جدا جدا، يمكن ما لحقتش خالص ترضعه. في أول أيامها انتقلت وأصبح بابا بيتربى بطريقة خاصة واللي بيربيه ربنا بشكل كده متميز، مش زي باقي الأولاد ولا زي باقي الأطفال بتاع العالم. سيدنا كان من طفولته ذكي جدا، كان حاد الذكاء، يعني في يوم من الايام ما كانش لازم المدرسه سن والسن عارف بتاعه، فراح للدكتور يسننه فقال للدكتور خلي بالك اوعى تغلط اي غلطه في التسنين لان الغلطه تبقى مكشوفه، لو انت غلطت هتبقى باينه. قال له ازاي يعني؟ قال له اصل مش ممكن الطفل يتولد بعد موت امه لكن ممكن يتولد بعد موت ابوه. انا والدتي وقفت وبعدها على طول يعني بعد ولا اقول بدر عملت ميعاد مبكر قبل الميعاد دوت تبقى غلط. فقال انا ميعاد ميلادي هو 3 أغسطس 1923. ده البابا لما ابوه مبكر كان يهاب الكهنوت جدا، يحب الكهنه جدا، اي مكان يروح تبقى بركه ابونا في اي مكان يبوس ايده. ومرة كده أنا سلمت على أرض كامل وسط الشارع، وبعدين أنا كنت بس خايف أغسل إيدي عشان البركة ما تروحش من إيدي. فده كان إيمانه بقداسة الكنيسة وقداسة الكهنوت في الكنيسة. النبوغ إن هو نجح في الكلية بتاعته وطلع الأول في أول السنين، درس كليرتية مع كلية الآداب مع شغل كان بيشتغل
اخذ درس انجليزي وكان شعلة نشاط وطاقة ذهنية جبارة جدا. يعني ربنا كان بيعدها من اجل قوات الكنيسة في اوقات كانت فعلا الكنيسة محتاجاها جدا جدا. سيدنا البدر انتم تعرفوش شكل الحكاية دي ومش حاسين بيها. انتوا النهارده عندكم مقاس احد كل الكنائس اللي انسى بس. وعندنا مقاس احد في كل مصر في كل عالم. شيء طبيعي وانتوا يعني. قلت لا يا بابا لما بدأ خدمته سنة 1939 كمدرس في مقاس احد عنده 16 سنة ما كانش في وقتها أبدا خدمة مدارس أحد دي مستقرة. دي كانت بتحارب ساعات من خدام الكنيسة وساعات الكهنة وساعات بروتب أعلى من كده وكانوا يسموهم بتوع الأحد وكانوا ما يحبوهمش. ودي كانت خدمة اللي بنسميها عمود الكنيسة. خدمة بس أحد هي عمود الكنيسة لأنها بتسبب أولادنا من الطفولة. وأنتوا بتلاحظوا النهاردة الخدمة والكورال والنشاط بتاعكم دوت كله بصراحة يعني يرجع بفضل ليه في عصرنا الحديث إلى قداسة بابا الشنودة. لأن هو كانت علامة في هذا المنبر. أول علامة كانت بابا الكورس قبل الصح مؤسس مقاس أحد. وتاني علامة هو حبيب جلس معلم بابا الشنودة. تالت علامة هو سيد بابا الشنودة اللي فات الجميع دكتور وولفرام رايس الأستاذ جامعة فيينا اللاهوتية بيقول إن بابا الشنودة كان في سباق من اجل مدارس احد. والسباق ده كان هو سماه صراع. وجاد ربنا اداله العمر الطويل والنعمه والقوه انه يثبت مدارس احد بحيث تبقى هي الفكره الرئيسيه في خدمه الكنيسه. مش بس كده ان هو اول اسقف يرسم من حركه مدارس احد. وبعد شوية أصبح أول بطلة يترسم من حركة مدارس أحد اللي هي فيها الفضل الكبير في ثبات وانتشار الكنيسة والتعليم والإيمان. بابا الشنودة كان صحفي وكاتب وشاعر ورقيق المشاعر وفيلسوف كبير جدا عميق ولاهوتي مدقق جدا جدا وصاحب فكر نشر بيت الكنيسة في كل عالم. بابا الشنودة كتب وهو لسه من جاموسه بنطلون كتاب اللي هو كتاب بسنة كتاب الإطلاق الروحي كتبه سنة 1951 وحط فيه أشعار كلكم عارفينها وبتحبوها. والبابا الشنودة من هذا الكتاب فعلا انطلقت الكنيسة روحيا وانطلقت الرهبانه الروحيه وانطلقت حياه اولاد ربنا في الكنيسه. بص يمينك وشمالك في كل حته في العالم هتلاقوا الكنايس بتضعف والناس بيبعدوا ربنا والالحاد بيزيد. لكن احنا نشكر ربنا انه اعطانا هذا الكنز اللي اسمه بابا الشنودة علشان يخلي حياتنا اكثر فرحا مع ربنا وقوه. بابا الشنودة كان في البداية عايز يعيش بس مع ربنا وبس. وكتب عشان تكتب إطلاق الروح مع ربنا وبس. وكتب معك لا أريد شيئا. برضه عشان هو عايز يعيش مع ربنا وخلاص. وراح المغارة من أجل أن ينفذ هذا الغرض، بس يعيش مع ربنا. وحاول يهرب بكل قوة من أي كرامة ومن أي رسالة ومن أي تكريم ليه. لكن ربنا نعينه على هذا الأمين القديس الصادق المحب اللي كان بيخدم كل حياته من أجل الكنيسة. برسالته أسقف للتعليم اتغير شكل التعليم في كل كنيسة تماما. عايز أقول لكم واحنا صغيرين ده مش بعيد يعني كلها 40 50 سنة كان مفيش كام كتاب في المكتبات الطبية. ما كانش كتب روحية عشان نتعلم. هو وحيد كتب لنا 150 كتاب من اجمل واعمق ما يمكن وادق الكتب الروحيه والانبيه. وكل تلاميذه اللي بعد كده كتبوا زيه اصبح من عشرات الالاف من الكتب القبطيه.
صدقوني من 50 سنة المكتبة القبطية كانوا تعدوا كل الكتب اللي فيها تعدوا حاجة بسيطة خالص خالص. النهارده أصبح عندنا كتب وعندنا رسائل دكتوراه وماجستير وأبحاث عميقة لناس علمانيين وناس كبار وناس سقفة وكهنة. عندنا التعليم أصبح ليه شكل مختلف تماما عما كان في الماضي. نشكر قداسة بابا كرولوس إن هو رسم لنا بابا يحب درسته بالتعليم ولو بالعافية. عارف رسمه بالعافية يعني ومسك كده قال له شنو درسته في التعليم؟ بابا حاول يهرب معلش. كان يشيل في ربنا. البابا شهودة ربى جيل تلاميذ يعني من قادة الكنيسة. كل القادة بتاع الكنيسة النهاردة تلاميذ. وأظن شفنا الكلمة الصادقة الجميلة العميقة بتاعت نيافة نمبر 5 يوم جنازة السيد البابا. اتكلم مش محضر ولا كلمة مكتوبة لكن مكتوبة في قلبه. اتكلم عن هذا المحبوب وسماه كده هذا المحبوب البابا شهود المحبوب. نمبر 5 تلميذ البابا من أكثر من 50 سنة. شيء جميل إن احنا كل الجيل دوت نشكر ربنا هو جيل تلميذ البابا. انتوا كمان تلميذ السيد البابا بتحبوه وبتسمعوا وعظاته وبتقروا كتبه. سيدنا البابا بارك النمسا عدة مرات والنمسا بيحبوا جدا كهنة ومسك وشعب بيرسوا قدامه خدمات والأطفال كمان بيحبوه جدا. أنا سمعت من أسر كتيرة هنا إزاي الأطفال الصغيرة أول ما سمعوا الخبر إنه بكوا بكاء مر الأطفال بكوا بكاء مر على رحم سيدنا البابا. وأم تسأل ابنها يعني طب أنت عارف اللي حصل إيه؟ قال لها البابا شهودة بيقول لنا ربنا موجود. طب هو لف المتنيح مين هيقول لنا ربنا موجود؟ مشاعر جميلة ارتبطنا بيها. طبعا بنشكر القنوات الفضائية القبطية إن قداسة البابا أصبح معروف في كل إن قداسة البابا أصبح معروف لكل طفل صغير وكبير بسبب القنوات الفضائية. عايز أقول واحدة في بتقول لي هنا من أوبرا سراش بتقول لي أنا بعرف بابا بنحبه ورئيسنا لكن أول مرة عرفت عن بابا عن طريق القنوات المسيحية الفضائية بتاعتنا القبطية اللي نشرت فيها الكلمة دي. شفناها من قرب شفنا مشاعره شفنا دموعه شفنا محبته عشان كده ارتبطنا بيها ارتباط غير عادي. كانت خسارة كبيرة الواحد ما كانش يعرف هذه الموضوع الغالية جدا. سيدنا البابا ابتسم مرة ولكن كان قلبه ما زال قلب طفل وخدمته كانت ما زالت خدمة قوية جدا. اللي ممكن ما نعرفش كتير يمكن إن البابا كان بيشتغل 20 ساعة يوميا الناس تبقى نايمة وهو شغال. الأسقف اللي معاه في الرحلات بيناموا والخدام اللي كان يناموا وهو شغال. ما كانش يعرف أبدا راحة لجسده إطلاقا. كان جسده عبارة عن عبد لي من أجل المسيح. هو اللي قال الكلمة الجميلة دي مصير هذا الجسد أن ينتهي فيا ليته ينتهي من أجل أعمال صالحة. سيدنا البابا كان مدرسة. إحنا بنقول في السمسار إن البابا الفلاني بنى كنيستين وبنذكرها له وندشنهم في يوم فلان. طب ازاي هنعمل كده مع سيدنا البابا؟ طب انا اكثر من 500 كنيسه في المغرب وبنى منهم اكثر من 2000 كنيسه في مصر والبابا دشن كنائس دشن قلوب لربنا وكرس نفوس كثيره سواء في الرهبنه او في الكهنوت او في التكريس. هنذكره ليه ولا ايه؟ التاريخ بيتهيألي كده هيتوه أمام هذا العملاق. يعني صدقوني لو كسبنا بند واحد من البنود اللي عملها محتاجين دكتوراه فيها عشان نشوف ازاي كان بيشتغل ازاي كان بيفكر وازاي كان بيضحي بكل راحته بكل حياته بكل تفكيره من أجل الكنيسة اللي أحبها والرهبنة اللي أحبها من أجل اسم ربنا يسوع الغالي عليه وعليكم جميعا. البابا شهودة ساب تلاميذ كتير وبينهم
رئيس الجيل بتاعنا نيابه الامر السلموني، دي معاه مواقف جميله. وانا كتير لما احب اعرف بينه يعني احب اعرف سيدي هو بيفكر ازاي، كنت ابص على نيابه الامر السلموني اشوف بيفكر في الموضوع الفلاني ازاي عشان اخد فكره عن تفكير سيدي بابا، لان هم كانوا ليهم طبع صورته عليهم وصوره المسيح على الكتب. بابا شنو هو صديق الكتاب المقدس وحافظ الكتاب المقدس، حافظه في قلبه وحافظه في عقولنا اين موجودون. بابا شنو نشر التعليم، عمل كليات لاهوت، كان عندنا كليه واحده بس، حاليا بتعلم عندنا حوالي 20 كليه لاهوت. البروشيات بابا كان عنده 27 بروشيه، متاسف كان 23 بروشيه في مصر بس اول واحد دفع عليهم 54. دفع عليهم 54 قرشين عشان تعرف حجم العمل اللي اشتغل بيه. 27 جوه مصر و 27 بره مصر. بابا شنودة لما اترسم بطرة اخطير يعني من حوالي 20 مطران ووسط اللي كانوا موجودين كلهم. البابا رسم تحديد 117 مطران ووسط. 117 نفس الرقم بتاع ترتيبه لبوابات السدرية. بابا شنودة ايضا اعطى المكانة المناسبة للمقدسة المرأة القبطية. دخل المرأة القبطية سيدة بابا في التعليم في كلية اللاهوت القبطية مدرسة ايضا ومعلمة، ونشر خدمة مدرسة احد ايضا عن طريق الاتساع الرهيب في خدمة البنات المقدسة ايضا من اجل ربنا يسوع، ونشر الرهبنة بين الرهبات، ودخل البنات ايضا في مجالس الكنائس. وفي لجنة البر سيدنا البابا ما نسيش حاجة، لا ساب مهجر ولا ساب موضوع اسم المرأة ولا ساب موضوع اسم إخوة الرب ولا ساب موضوع اسم التعليم ولا الكتب. كل بند في كنيستنا البابا كان يهتم بيه. في كلام كتير محضره عن سيدنا البابا بس مش بقى وقتكم عشان كمان باقي الأبواب يتكلموا ونسمع منهم، لكن عايز أقول بس ملاحظة صغيرة. سيدنا البابا جه هنا في النمسا يوم 25 وضع حجر الأساس 25 أبريل مش كده؟ وكان بيلحق مع الشعب بيقول لهم أتمنى ما أجي بعد 5 سنين وألاقي نفس الحجر ده زي ما هو. وجه فعلا بعد 5 سنين وأسبوع اللي هو يوم 1/5/2003، 5 سنين بالظبط أسبوع. بس فجأة الكنيسة إيه؟ في منتهى الكمال بنعمة ربنا وصلاته. مش بس كده كمان، نفس اليوم دوت بعد 5 سنين في اليوم والساعة والحرف كله أخذنا الاعتراف في الكنيسة الأوروبية في النمسا. يعني البابا اتنبع عن 5 سنين ديت واتنبع عن اليوم دوت، وفعلا خدنا فيه قرار من الدولة النمساوية يهم كل الأفراد. وعشان كده برضه ترتيب السماوة من يوم 25 أبريل هو يكون يوم من 40 بتاع قداسة بابا. ده ذكرى لا تنسى أبدا. وإن شاء الله أحتفل معاكم مرة ثانية بنا المحبوب سيدة بابا شنودة يوم الأربعاء الجاي 9 فرنسا. أهلا بكم.